السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع يتمك فعل الفيديو، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بإظهار التاريخ كي تحدث معنا أي مشكلة. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 12 أفريل 2021. سنقوم بإظهاره لبضع ثواني كي تحدث معنا أي مشكلة. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. هنا تظهر واجهة الموقع كما تلاحظون. هنا تظهر تطورات العملات الرقمية المشهورة خلال 24 ساعة الماضية. هنا يظهر إجمالي مستخدمي الموقع وهم 9298 مستخدم. وهنا أيام العمل الموقع. الموقع عمل منذ 18 يوما. وهنا موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالموقع. وهنا إذا كنت تريد إرسال رسالة لأضمن الموقع للتواصل معهم أو للاستفسار. كما تلاحظون واجهة بسيطة جدا. لدرج الحساب في الموقع نضغط على ساين أب من هنا. هنا تضع الاسم الكامل، هنا اسم المستخدم، هنا تضع الإيميل الخاص بك، هنا تقوم بوضع الباسورد ثم ستقوم بإعادة الباسورد. وستوافق على شروط الموقع وتضغط على الريجستير، ومباشرة ستقوم بتسجيل حساب في الموقع. ثم نضغط على ساين ان من هنا لتسجيل الدخول إلى الموقع. هنا تضع الاسم المستخدم الذي سجلت به في الموقع. هنا تقوم بوضع كلمة المرور باسورد. سأقوم بإدخال بياناتي كما تلاحظون. نضغط بعد ذلك نضغط على اللوجين من هنا. هنا تظهر واجهة الموقع بعد تسجيل الدخول. تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك مجموعة من العمل كاللايت كوين، إيثيريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين دوج، الداش كوين، اليو سي تي، ريبل، ومجموعة من العمل. مثلا نقوم باختيار البيتكوين. نضغط على بيتكوين من هنا. هنا تظهر واجهة الموقع بعد تسجيل الدخول. هنا يظهر الرصيد الخاص بك كما تلاحظون. وهنا إجمال إيداعاتك في الموقع. وهنا إجمال أرباحك من الإحالة. وهنا مجموع سحوباتك من الموقع. للقيام بالإيداع في الموقع نضغط على ميك إن إنفستمنت من هنا. كما تلاحظون هنا يظهر الحد الأدنى للإيداع هو 0.0001 بيتكوين. نضغط عليه. مثلا هنا الموقع يعطيك 100 ساتوشي كل ساعة و2400 ساتوشي كل يوم. وهنا في الأسبوع يعطيك 16800 ساتوشي. وهنا في الشهر يعطيك 72000 ساتوشي. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على Deposit Funds من هنا. كما تلاحظون هنا يظهر أدرس البيتكوين خاص بهم. تقوم بالضغط على كوبي من هنا. وستقوم بإرسال إليهم 0.001 بيتكوين. وستقوم مباشرة بالإيداع في الموقع. للقيام بالسحب في الموقع نضغط على وتدرو من هنا. انا ليس لدي اي رصيد في الموقع كما تلاحظون. سوري يو هاف نو فاندز تو ميك او تدرو. كما تلاحظون ليس لدي اي بالانس. عندما يكون لديك رصيد في الموقع تقوم بسحبه من هذه الواجهة كما تلاحظون. هذا الموقع أيضا يعطي مكافأة على الإحالة. نضغط على الريفيلرز من هنا. كما تلاحظون هذا هو أدرس الإحالة الخاص بك. تقوم بالضغط على كوبي من هنا. وستقوم بالترويج لهذا الأدرس الخاص بك، هذا الرابط الخاص بك وهو رابط الإحالة. وستقوم بجلب إحالات وستربح نسبة مئوية من إذاعات الإحالات الخاص بك. صراحة هذا الموقع رائع جدا. أتمنى أن تعملوا عليه بالتوفيق إن شاء الله.